بصراحه الافكار كيجيو من كل شيء ومن والو، زعما نقدر بعض المرات نسمع جمله تضحكني نصاوب عليها فيديو، نقدر فكره باغي ندافع عليها في راسي، شي حاجه باغي نهضر عليها تنقولها. الافكار من كل شيء ومن والو كيف قلت، زعما بعض المرات من لاكتواليتي، بعض المرات من مواقف كتعيشهم في حياتك، بعض المرات من شي حاجه كتقراها وهي غاده. لا هاد الجمله هذه كبيره بزاف. شوف الانترنت ماشي حكر على شي ديال شي واحد معين. الا كنتي تشوف ان شي واحد تيدير بحال هكا تنقولك شكرا، ولكن انا ما تنشوفهاش بحال هكا، تنشوف الانترنت هو واحد الفضاء اللي اي واحد تيعبر فيه على الافكار ديالو. اللي ممكن نقول انه تيكون زوين هو انك تكون مختلف فقط، اما الانترنت ديال الناس كاملين. لا انا تنكع، ولكن في اغلب الوقت تلقاني نورمال زعما في حياتي بحال اي واحد، زعما ما عنديش شي حاجه اكسبسيونيل، شحال عادي جدا، تنتعصب تنضحك تنكع تنبكي كيليميني ممكن يكون كيليميني. شوف انا ما عرف واش كيليميني، ولكن اللي ميقن منه ماشي مشرمل، زعما هذه اللي ميقن منه كيليميني ممكن، ما عارف الا بنت الكيليميني دونك صافي دونك كيليميني اوكي. الصراحه باش نكون صريح بلا ما نبقى نهضر بلغه الخشب، الحمد لله انا في الوضع الحالي مرتاح. زعما الا كنتي كتقصد ماديا، ماديا الحمد لله مزيان. واش ممكن تكمل بهذا الشيء ولا لا؟ ما كنت نبأش بالمستقبل، نقدر نقول لك انني حاليا مستقر مزيان، عايش مزيان، وكنظن انه ممكن، حيت كانوا ديكا اللي نجحوا من الفن وحقوا ذاتهم من الفن. الصراحه الخدمه مع لوبيراتور اللي كنخدم معاه كانت الفكره هي اننا نقدموا اشهار وفي نفس الوقت نقدموا واحد المحتوى فني. الاشهار لاش نجح؟ يمكن حيت كان شويه ما فيهش غير الاشهار، ماشي تقول لهم ديروا هذه اشتريوا هذه خذوا هذه، كان فيه شويه ديال الضحك. والاشهار وراه ايكيب، زعما ماشي غير اسامه اللي بان راه هو اللي كان فيه، وراه مخرج امير رواني، وراه بواط دو برود، وراه اجونس كتكتب. الحمد لله نجح، يمكن حيت كان فيه المحتوى الفني وفيه الاشهار في نفس الوقت. حسن الفد بخلاصه اختصر عليا يمكن واحد 6 سنين ولا 7 سنين، دونك هو الباب اللي تحل ليا باش الناس يعرفوني، يمكن لو غون بوبليك عرفني على عن طريق استاذ حسن الفد. واش كاينه امكانيه الخدمه؟ كاينه امكانيه، وكاينه ديما امكانيه. زعما اول واحد غادي نفضلو هو الاستاذ حسن الفد طبعا، لان هو المدرسه فين تعلمت. سكيت مع الحبيب ممكن، زعما ما تعرف كل شيء ممكن، زعما خاص غير الفكره المناسبه والوقت المناسب وان شاء الله علاش لا. الجديد هو كاين واحد لو شو سميتو لا تروب، في ايكو هيثم مفتاح زهير ستيف عمر فلكي وفاتح وهذا عبدو ربي. عندنا جوله في المغرب ان شاء الله، وعندنا دات في باري في شهر 11 نورمالمون. وكلمه اللي نبغي نقول هو شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، وتابوناو ياك تدنا تابوناو. مرحبا.